السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة الرسمية لموقع جامعة دروس ماغوك.com. اليوم سوف نقدم لكم شرح جد مبسط لدرس نحن والعالم نتقاسم الكرة الأرضية. مقدمة: أصبح كوكبنا يعاني من عدة مشاكل بيئية تسببت فيها نشاطاتنا المختلفة، لذا وجب علينا دراسة هذه المشاكل واقتراح حلول لها. القضايا البيئية الكبرى في العالم: أدت رغبتنا في إشباع حاجياتنا من الطاقة والثروات الطبيعية إلى تدهور الحالة البيئية على كوكب الأرض، فالنفايات الصناعية والزحف السكاني وتفاقم انبعاث ثنائي أكسيد الكربون تسبب في إحداث العديد من المشاكل كما يلي: تدهور الأرض والتربة الزراعية. أدى كل من الاستعمال اللاعقلاني للأراضي الصالحة للزراعة والزحف العمراني في إضعاف جودة التربة، فالعالم يفقد سنويا ما يصل إلى 30 مليار طن من التربة الخصبة، مما جعل ربع كرة الأرضية مهدد بالتصحر وتدمير التربة الزراعية. تراجع الغطاء النباتي: يعرف العالم تراجعا في الغابات المدارية بنسبة تقارب 1% لكل سنة، وكما يتعرض الغطاء النباتي لتدمير بشكل كبير يصل إلى 146 مليون هكتار في السنة نتيجة توسيع الأراضي الزراعية وقطع الأشجار بشكل مفرط، إضافة إلى الرعي الجائر والحرائق المتكررة. تدهور المياه: أصبح اليوم أكثر من مليار إنسان غير قادر من الحصول على مياه صالحة للشرب، وهذا الرقم في تزايد بشكل كبير، والسبب في ذلك هو التغيرات المناخية وتعاقب فترات الجفاف نتيجة للنمو الديمغرافي والاستعمال الماء بشكل غير رشيد. تلوث الهواء: أدى كل من تزايد كمية انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون والاستعمال المبالغ فيه لمصادر الطاقة الأحفورية كالبترول والطاقة النووية إلى انتشار الأمطار الحمضية والتلوث النووي، مما يسبب في إحداث ثقب جديد بطبقة الأوزون واتساع الثقوب المتواجدة به، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وانتشار الجفاف. تهديد التنوع البيولوجي وتدهور الوسط الساحلي والبحري: أدى كل من النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الغير مستديمة إلى تعريض ما يصل إلى 24% من الثدييات و12% من أنواع الطيور للإنقراض، وكما أصبحت السواحل أكثر تلوثا مما يساهم في تعريتها. أصبح العالم غير قادر على توفير الخدمات والمرافق الأساسية والتخلص من النفايات، وغير قادر على تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية المجاورة للمدن كالغابات والأراضي الزراعية نتيجة تراكم أحجام كبيرة من النفايات الصلبة والسائلة والاختناقات المرورية ومشاكل السكن. ما هي مساهمات المغرب في معالجة القضايا البيئية وطنيا ودوليا؟ من واجب كل دولة أن تعي المخاطر الناتجة عن تدهور البيئة وأن تساهم بشكل دولي ووطني في إيجاد حلول لمختلف القضايا البيئية. فما هو دور المغرب من هذه القضايا وما الخطوط السياسية التي ينهجها؟ موقف بلادي من القضايا البيئية في العالم: أثبت المغرب للعالم أنه يعي بمدى خطورة وتدهور البيئة على استمرارية الحياة على كوكب الأرض، لذا التزم بعزم في مسلسل التنمية المستديمة من خلال توقيعه على عدة معاهدات واتفاقيات دولية، أهمها قمة ريو المسمات بمؤتمر قمة الأرض الذي تم عقده سنة 1992 ميلادية
في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، الذي يهدف إلى اعتماد برنامج عمل 21، وهو برنامج قائم على مبادئ التنمية المستديمة، إذ يجب على كل الدول التي صادقت عليه أن تطبقه على المستوى الوطني. كما قام المغرب في تنظيم بعض المؤتمرات العالمية كمؤتمر مراكش لسنة 2001 وكوب 22 لسنة 2016. كما يساهم المغرب في تخفيض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون. الخطوات التوجيهية للسياسة البيئية بالمغرب. بدأ المغرب في نهج سياسة بيئية تهدف إلى الحد من تدهور البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهي تقوم على 4 مستويات كما يلي: على مستوى التخطيط، التحذير من الأضرار البيئية وإدماج التنمية المستديمة في السياسات العمومية وإدراجها في التعليم والتكوين المهني. على مستوى التشريع، تم إحداث نظام جبائي بيئي وقانون على المسؤولية البيئية، كما تم إحداث الشرطة البيئية لمراقبة النشاطات البشرية والأحوال الطبيعية بالبلاد. على مستوى التحفيز، تم وضع آليات مالية وضريبية لتحفيز الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين لخلق بيئة نظيفة، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات الحكومية والجماعية والمحلية، إضافة إلى نهج المغرب لسياسة تقوية التعاون الدولي من أجل اكتساب المعارف والمهارات الجديدة. على مستوى التحسيس، تم إدماج الثقافة البيئية في برامج التربية والتكوين وتشجيع وتعبئة المجتمع من أجل القيام بالأعمال الجماعية، كما تم إرساء الأسس الأخلاقية البيئية على جميع المستويات. ما هي خطوات دراسة مشكل بيئي؟ بصفة تلميذ، فأفضل ما يمكنني المساهمة به تجاه بيئتي هو دراسة أحد المشاكل البيئية التي تعاني منها مدينتي أو جهتي أو بلادي، واقتراح حلول مناسبة لها. فعلى سبيل المثال، إن أردت أن أدرس مشكل النفايات المنزلية، سيتوجب علي اتباع هذه الخطوات التالية: أولاً، التعريف بالنفايات المنزلية وتحديد المشكل البيئي المترتب عنها. أقوم بكتابة مقدمة وأعرف فيها بالنفايات المنزلية وأنواعها وما طبيعة المشكل الذي تطرحه بجماعتي. ثانياً، تدقيق وحصر المشكلات البيئية المرتبطة بالنفايات المنزلية. أقوم بحصر لجميع المشكلات البيئية المرتبطة بالنفايات المنزلية، هل تؤثر على الهواء أو على مصادر المياه أو على الشواطئ والبحار أو على المياه السطحية. ثالثاً، أرصد حجم هذا المشكل البيئي بجماعتي. أجمع كل المعطيات والمعلومات التي تدور حول إنتاجية النفايات المنزلية بجماعتي، أي كم عدد سكانها وما الكمية التي ينتجها كل فرد في اليوم من النفايات المنزلية بالكيلوغرام، وأحدد اتجاه تطور إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، هل هي في تناقص أم في تزايد؟ ثم أقارن ما توصلت إليه من المعطيات الخاصة بجماعتي على المستوى الوطني. رابعاً، أضبط أساليب إدارة النفايات المنزلية بجماعتي. في هذه الخطوة، أقوم بالتعرف على الجهات الوصية بإدارة النفايات المنزلية، وأحدد الجهات المكلفة بتدبيرها بجماعتي وأعرفها في فقرة خاصة. ثم أدرس أهم القوانين المغربية التي تهم تدبير النفايات المنزلية، وأكتب عن الكيفية التي يتم فيها تطبيق هذه القوانين بجماعتي. خامساً، أرصد التقنيات المعتمدة في تدبير النفايات المنزلية. أقوم بتحديد الوسائل والتقنيات التي يتم استعمالها لتدبير النفايات فيما يتعلق بجمعها وأماكن التخلص منها. كيفية اقتراح حلول مناسبة للمشاكل البيئية
التي درسناها حتى أتمكن من المساهمة في اقتراح حلول مناسبة للمشكل البيئي الذي درسته، سيتوجب علي الالتزام بالمراحل التالية. المرحلة الأولى: البحث عن الاقتراحات ومناقشتها. بالنسبة لمشكل النفايات المنزلية، سيتوجب علي البحث عن اقتراحات كفيلة بتدبير معقلن لها، بدءا من طرق جمعها ونقلها والتخلص منها، ثم أقوم بتحديد دور سكان جماعتي في هذا التدبير، أي التلاميذ وسكان الحي والجماعة، وأقوم بمناقشة ما توصلت إليه أنا ورفقائي لأستفيد من وجهة نظرهم في تدقيق اقتراحاتي، وأستشير أستاذي أو أستاذتي للاستفادة من ملاحظاته. المرحلة الثانية: اختيار الاقتراحات المناسبة. يجب علي المراعاة في اختيار اقتراحاتي التوجيهات التي مدني بها أستاذي أو أستاذتي، مع إمكانية التطبيق من الناحية المادية والبشرية، وكما يجب أن تبنى على تجارب سابقة وأن تقدم منفعة للمصلحة العامة. المرحلة الثالثة: صياغة الاقتراحات وعرضها على الجهات المعنية. أبرز في تقرير نهائي الحلول المقترحة بشكل مرتب ومصنف، وأقوم بتحديد الموارد المادية والبشرية والتقنية لتنفيذها، وأسمي الجهات المساهمة فيها، ثم أضع نسخة لدى مجلس تدبير المؤسسة ونسخة لنادي البيئة، وأرسل نسخة لمجلس جماعتي. خاتمة: من الواجب على كل فرد أو جماعة أو دولة المساهمة في إيجاد حلول لمختلف القضايا البيئية وترشيد استغلال موارد الطبيعة، لأن البيئة هي الحياة، والحياة بدون بيئة لا وجود لها. والآن يمكنكم أن تتأكدوا من مدى فهمكم للدرس من خلال الإجابة عن الأسئلة التي نقدمها على شكل تمارين إلكترونية، ستجدون رابطها أسفل الفيديو إن كنتم تشاهدوننا عبر قناتنا في اليوتيوب أو أسفل الدرس إن كنتم تشاهدوننا من الموقع كالآتي: بعد الضغط على رابط التمارين الإلكترونية، أجيبوا عن الأسئلة المطروحة كما يلي: وبعد الانتهاء من الإجابة على جميع التمارين، قوموا بالضغط على زر إرسال، ثم زر عرض النتيجة لتتعرفوا على الأجوبة الصحيحة والخاطئة، مرفوقة بنقطة تقييمية كما ترون.